كل لمسه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاء. وقبل كل شيء ففخر ابن الدار وكيعرف خبايا ديال الدار ديال الرجاء، مع ذلك ففخر كيبقى رجل ذو الالقاب، حصل على القاب حسين الزكادي مع الملكي ومع الرجاء، اذا مختص الطرق المغربيه. نتابع المواجهه حال من خلال الصور الجميله، تيفور الجماهير الرجاويه التي جاءت لمتابعه هذه المقابله لفريق الرجاء البيضاوي. اذا فريق الرجاء البيضاوي يكون سباقا للجيل بواسطه اللاعب محسن المتولي الذي يعطي لفريق الرجاء البيضاوي تقدم خلال هذه المواجهه. هدف لصفر ياتي على ضربه جزاء تاتي مع البدايه ديال المقابله، وبالضبط في الدقيقه 12 ونشاهد محسن المتولي الذي اظن انه تفنن في تنفيذ ضربه الجزاء. والرجاء منين اعتمد على لو جو بروغريسيف ديال لو بوت ديال بيلباو جاب ضربه الجزاء الثاني لفريق الرجاء البيضاوي. نشاهدوا مره اخرى الطريقه اللي تمكن بها اللاعب كاروشي من تسجيل الهدف، اول هدف لفريق للاعب كاروشي بعد هذه بعد الهدف اللي سجله اللاعب محسن متولي على اثر ضربه جزاء. ياتي الهدف الثاني نلاحظ من زاويه كيف ان اللاعب كاروشي تمكن وبقذفه قويه من اسكان الكره في شباك فريق اتلتيكو بيلباو ليصبح الرجاء متقدما حتى الان بهدفين لصفر. وهذا زمان ما شفناش اللاعبين ديال المدافع ديزاريار لاتيرو كيقوموا بهذا الهجمات، فافتقدنا في البطوله المغربيه انه لاعب من ظهير يساهم في الهجوم، وهذا شيء جميل. الهدف في هذه اللحظه الاولى من بعد 3 دقائق فقط على بدايه المقابله، وبالتالي اكيد اننا كنا كنتخوفوا من هذا الامور لانه فريق الرجاء البيضاوي خصوصا مع بدايه الجوله الثانيه كان هناك نوع من التراخي اللي يسمح انه اللاعب توكيرو يسجل هدف الاول. وكنا انتظرنا لصالح فريق اتلتيكو بيلباو، وكنا انتظرنا رد فعل القوي ديال بيلسا المدرب ديال اتلتيكو بيلباو، لانه بدخول 3 لاعبين دفعه واحده كيبين